السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم الزعابي، مدير عام منتديات مملكة ماستر. Actually, I speak English fluently. I have this PS4 that sometimes I get errors, sometimes it cannot read the games. عندي PlayStation 4 طبعا. يقول الزبون ان هي ظهر خطأ بعض الأحيان، وبعض الأحيان ما تقرأ الأقراص هذه. شوف الجهاز شغال. انزين، وراح أدخل هذه اللعبة. وراح نشوف وش راح يصير. احاول قدر الامكان اني اشوف ايش المشكلة، وراح اخبرك ايش هذا الخطأ اللي راح يظهر او المشكلة اللي راح تظهر. Start the application without updating. I have no internet. ما عندي انترنت طبعا. انا ما اهتم بالكلام اللي موجود في صفحات الانترنت او اليوتيوب، لأن كل واحد بيقول بيألف كلام من عنده. Sometimes يعني I get errors. Sometimes it says cannot continue using the application. This cannot be read. يقول أن هي ما تقدر تقرأ قرص الألعاب هذا. Close the application. طبعا راح أجرب هذا. نشوف ايش الوضع. شوف كلين، قرص نظيف جدا جدا، ما في اي مشكلة. وهذا ايضا نفس الكلام، ما في اي سكراتش، ما في اي مشكلة. نشوف الشاشة. انا راح اخبرك ايش المشكلة. يعني I think it is the PS4 laser lens. اعتقد هو اللي ظهر الخطأ وهو اللي يعمل المشكلة هذه. فراح افك الدرايف، PS4 درايف، وافحص الدرايف من داخل، وراح افحص اشوف الليزر. بحاول اغير الليزر. So I think it is the PS4 laser lens. I will try to open PS4 and check the PS4 drive and try to replace the PS4 laser lens. شوف شغال، بس بعض الأحيان بيظهر خطأ وكذا إلى آخره. بخلي هذا الشريط داخل، أريد أفحص شيء، أريد أعمل حاجة يعني. I will keep this inside. I want to test something later. تابعوني وراح افك الجهاز ان شاء الله. راح اطفي البلاي ستيشن 4 وراح افك الجهاز ونشوف ايش المشكلة. شلت المسامير اللي هني والمسامير اللي في الخلف هذي. واروح هني وادخل
بس حاول ما تكسر يعني. وراح اشيل باقي المسامير هذه. مش المفروض مني اني افك هذه المسامير لهني، لان انا اريد اشتغل على الدرايف هذا. It is not important to remove these screws from here unless if you want to clean the PlayStation. طبعا انا راح انظف الجهاز، لازم افك الجهاز انظفه كذا. This is the most important step. أهم خطوة عندي. طبعا هنا في مسمار لا تنسى. أنا راح أفك الدرايف. شوف كده التصوير واضح. أيوة. راح طبعا أول شيء أسويه أفك هذا، وراح أفكه طبعا مني. راح أشيل الكيبل، هذا هو الكيبل، وراح أيضا أشيل هذا. فكيت الكيبل، ولا تنسى تشل الوايرلس او البلوتوث او هذه الانتينة. هذا الانتينة. لاحظ معي عندي مسامير ني واحد، اثنين، ثلاثة، وعندي واحد في الداخل ني. وهذا الحين اطلع الدرايف. اطلع وهذا الدرايف. ركز معي، انا حطيت شريط داخل. There is a game inside this Blu-ray drive. شايفين هذا؟ هذا في سبرينج داخل، تحط كذا. You just press it. حاول. شوف. ها ها ها. طلع الشريط. Just that I wanted to test and it is perfect. ايوه.
فلا طلعنا الشريط. ركز معي الحين، راح افك المسامير هذه 3 تقريبا 3 عددها 3. الميكانيزم الخاص بالبلاي ستيشن 4 مختلف عن 3 بيجيك البكرات والهذا كلها داخل في الدرايف، اما هذا شوف منفصل يعني هذه البكرات ايشني بعد شوف منفصلة ايوه شوف كيف منفصلة مش نفس الثري بلاي ستيشن 3 is totally different طبعا مختلف. ونشوفني هذا اللي بيسحب شريط I think in my opinion this 4 lens is damaged or is not working correctly. انا اتوقع هذه العدسة عطلانة ولازم اغير هذه العدسة. راح اشوف اذا عندي واحدة جديدة وراح افكر هذا الليزر واستبدله. I have got new PS4 lens. عندي ليزر جديد وراح استبدل بالليزر القديم واشوف ايش هذا. بعض الاحيان في موديل في عدسة واحدة وفي موديل في عدستين. There is one lens and there is two lenses. You have to check that. حصلت على هذا ايوه شوفني from USA trusted reseller او from علي اكسبرس تراستد ريسلر. يعني لازم تشوف لك مبيع KES 490A or 490AAA drive or lens. The drive is have no model, just if you want the model you have to know the lens model. لازم تعرف رقم الليزر على اساس تعرف رقم الدرايف بالكامل، لان اصلا الدرايف ما في موديل. فعلى اساس تبحث في جوجل، جوجلت ابحث في جوجل بتحصل يعني مسمين الدرايف، معطينا الدرايف هذا كامل، معطينا اسم على اسم العدسة اللي موجودة الداخل. وهذا الموديل اللي عندي وين الموديل؟ هذا الموديل CUH 1116A. الحين خلونا نبدل نستبدل هذا وإن شاء الله بيبسي راح يشتغل. جيت هالسكرو هذا ماغنتايزر ودي ماغنتايزر. Here is one. وهذا راح افك الكيبل هذا. هذا الدوتر بورد. الدوتر بورد يعني فيها مفاتيح البلاي ستيشن 4، بعض المفاتيح في المذر بورد بعض المفاتيح في هذا البورد. شو هذا مسمار مسمارين مسمار
مش بعد هذا سلايد ذس حرك الأعلى والحين أشيل هذه أشوف أيوة بعض الأحيان في مسامير موجودة في الجوانب وبعض الأحيان ما في وبالفعل طلع الليزر اسمه اوب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيس 480 490 AAA كيس 490 AAA بي كيرفول كن حذر هذا سبرينج وهذا اللي كنت اللي كنت اطلع بالشريط اللي كنت اطلع بالشريط كذا الحركة اللي عملتها فانتبه لهذا على اساس ما يضيع فضت البطارية ورجعت اعمل الشرح من اول وجديد شايفين هذا العدسة القديمة وهذه الجديدة وشايفين هذه قطعة البلاستيك حاول انك ما تكسرها لانها not included ما موجود هني لازم تقلعها مني وتركبها في الجديد من الخلف وش سوي شايفين هذا وتخلع الثاني هذا خلعتهم بعدين سلايد ذس اوفر تو هير خليه هني في الاخير كذا وارفع الحديدة هذه واسحب شوي شوي وهذا بعدين خلاص طلع العدسة اروح وافك قطعة البلاستيك هذه مني واركبها في الجديدة هذه ما موجودة ما تجيك مع الليزر لازم تشتريها منفصلة بعدين اجيب هذا احطه هني واروح اجيب هذا وارجع هني شايفين
واروح وادخل هذا من تحت من الاسفل كذا، وبس خلاص يكون كذا شغال الحمد لله رب العالمين. باقي بس اركب الكيبل هذا. ركب الكيبل بالشكل الصحيح. ايوه الحين كيف بسويها؟ خلاص everything is fine. واروح وارجع الدرايف وراح اجرب الجهاز. Remember to clean the drive from the dust with a brush. نظف الغبار من الدرايف، من الدرايف العكس، نظف الدرايف من الغبار. على انا راح اركب ال والله مره اتكلم انجليزي مره ما شاء الله بلاني، راح اركب هذا وان شاء الله راح اجربه وخلاص. في بعض الخطوات المهمه راح اضيفها. اذا كان عندك جريز حاول تنظف هذا الجريز القديم، تشيله. خطوه غير مهمه بخبرك ليش، لان انا عندي جريز افضل من هذا. هذا نظفته وبعد هني عندي low noise grease وراح اضيف شوي هني، مش الكثير فقط القليل. low noise grease هذا الجريز خاص بالبلاستيك، ما يتأثر لا في الشتاء ولا في الصيف، يستحمل درجة برودة عالية ويستحمل درجة حرارة عالية. بتحصله موجود في صفحات الانترنت. كده خلاص هذا الجهاز شغال. هذا العدسة القديمة وراح اركب هذا الشريط. خلونا نشوف. اشوف الحين شغال او ما شغال، لان هذا اول تجربة حدي من بعد تغيير العدسة او الليزر. عسى انه ما ظهر خطأ. Press the options الى اخره. You must be sign on. اوه اشتغل. وش هذا؟ اشتغلت.
الحمد لله ما في أي أخطاء ولا في أي مشاكل. وأنا سعيد الزبون سعيد صراحة. قصة مأساة. أنه يعني تطلع العدسة تعبانة وما تقرأ بالشكل الصحيح. والله شيم شيم اون سوني، عار على شركة سوني صراحة. لكن يلا ريكونكت ذا كنترولر. الحمد لله شغال، ما في اي مشاكل. اذا في اي شيء ولا اي جديد ان شاء الله تابعونا في منتديات مملكة ماستر. ما عندي اي شيء اضيفه، خلاص كل شيء امامكم. غيرت الليزر واشتغل الجهاز الحمد لله بدون اي مشاكل. اتمنى اراكم، اتمنى مشاركاتكم. اخوكم الزعابي، مدير عام منتديات مملكة ماستر. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.